أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، جولة ننطلق بها لنقول ما قيل في الشأن العراقي العربي والدولي بأقلام كتابه الصحف. إذا ننطلق في هذه الجولة بعد العناوين. صحيفة المشرق، ونبدأ بمقال بعنوان سوريا وأخطاء العرب القاتلة المستمرة. صحيفة المدى، من سيصوت للمالكي؟ ومن المدى نقرأ أيضا إناء مجلس النواب ينضح بما فيه. صحيفة العالم، العملة لن تنفك حزنها. ومن العالم نقرأ أيضا زوجي وفتي. إلى موقع كتابات وانعكاسات الأزمة السورية على العراق وإيران. ومن كتابات نقرأ أيضا لماذا مرسي عام والمالكي أعوام؟ صحيفة الصباح، مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من تهديد لأمن البلاد. صحيفة المدى، التمر الصحي يجتاح البيوت ويطلق الأمراض لتفتك بالعوائل. صحيفة المستقبل العراقي، الأمنية تتضاعف في العراق والحلول محدودة. صحيفة إسرائيل اليوم، عالم جديد ونظام قديم. وصحيفة معريف، العجلة من الشيطان. صحيفة آرتس، نحن لا أوباما. صحيفة يديعوت أحرنوت، الاحتمال والمخاطرة. صحيفة الخليج، جين يعالج فشل نخاع العظم. صحيفة المستقبل، تمارين مد العضلات تساعد في الوقاية من آلام أسفل الظهر. صحيفة الاتحاد، ينتقم من محكمة بأكوام من العملة المعدنية. صحيفة البيان، أسد يتجول في شوارع الكويت. ومن صحيفة النهار اللبنانية نقرأ بأن امرأة في 64 من عمرها سبحت من كوبا إلى فلوريدا.
إذا مشاهدينا نجدد التحية وننتقل الآن إلى الملف العراقي ومقالاتها وتحقيقاتها، فابقوا معنا. جولتنا في الملف العراقي ستبدأ مع صحيفة المشرق، ونقرأ مقالا للكاتب عبد الأمير البنجر بعنوان سوريا وأخطاء العرب القاتلة المستمرة. يقول فيه: الفيلسوف الألماني الشهيد فريدريك نيتشه قال بأن الأخطاء هي التي ربت الإنسان، وفي السياسة تتكرر الأخطاء ولو بصور مختلفة ووفقا لاستحقاقات كل مرحلة زمنية، ويبدو أن المشتغلين في هذا الحق لم ترد بهم الأخطاء التي وقعت لغيرهم أو لمن سبقوهم جيدا إلا بعد أن يخوضوا التجربة بأنفسهم. يضيف الكاتب: حكاية الحكام العرب مع الأخطاء تختلف عن كل العالم، فهم يتميزون بأنهم يكررون الخطأ نفسه 1000 مرة بعد أن يغيروا في شكله، لكي يوهموا بأنفسهم بأنهم فعلوا شيئا آخر. ولم يهموا الناس طبعا، إذ بعد أن دمروا العراق وسلموه إلى المجهول وبات اليوم عبئا عليهم كما يقولونهم، هم يسلمون سوريا إلى الخراب والدمار والتقسيم والمجهول طبعا، وقبل ذلك سلموا لبنان إلى الدمار وراحوا يدرفون عليه دموع التماسيح. ولا نريد الحديث عن تسليمهم الصومال ومن ثم السودان الذي تقسم، ولا ندري إن كان سيبقى نصفين أم سيغدو أكثر، لكننا ندري أن الحكام العرب مستمرون في لعبة الخراب هذه التي سيجدون أنفسهم يوما ما في نهايتها بلا عروش ولا حتى بيوت تأويهم، كما حصل لزملاء لهم عصفت بهم الريح الأخيرة وصاروا حكاية من حكايات الماضي. لقد كثر، يقول الكاتب، الحديث العربي في الإعلام ومن خلال وعاظ السلاطين ممن يدعون أنهم محللون سياسيون عن أن الذي حصل العراق بداية لديمقراطية المنطقة. وصرنا نسمع يوميا الكثير من التنظيرات حتى صدق البعض وصار العراق نموذجا يقتدى بالنسبة للدول العربية، حتى إذا مرت الأيام والأشهر انكشفت اللعبة وغرق العراق وأهله بالدماء والفوضى التي لا نعرف كيف ستنتهي منها. ويقول الكاتب أخيرا: المشكلة أننا عندما نقول لا لتدمير سوريا يفهمها البعض انتصارا للنظام، وهذه مشكلة عربية بامتياز، لأننا نفتقد إلى الحوار الموضوعي الذي يطرح الحقائق للنقاش بغية الوصول إلى خلاصة يتفق عليها الجميع. لكن الذي يحصل هو أن الحوار عندنا يفهم على أنه مبارزة ولا بد من خاسر ورابح، وبذلك فأنت إما مع النظام والدكتاتورية وضد الشعب أيضا، أو مع الثورة والشعب وضد الدكتاتورية. ومن صحيفة المدى نطالع ما قاله الكاتب علي حسين ومقاله بعنوان من سيصوت للمالكي، حيث قال: الأسبوع الماضي صدرت معظم الصحف البريطانية تحت عنوان البرلمان يخذل رئيس الوزراء، فيما جريدة حزب المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء كتبت على صدر صفحتها الأولى افتتاحية تحيي فيها الديمقراطية البريطانية الراسخة. ويتابع الكاتب قائلا: هذه هي الأخبار التي أمامكم، أما أخبارنا فحدث ولا حرج. معارك الساسة ضد الناس وعنف الناس فيما بينهم وسلاطة البعض ممن يعتقدون أن بناء النظام يتم بطريقة خطف الكراسي والتسلل إلى المؤسسات الدولة من شعارات كاذبة. والآن الكثير علينا نحن أبناء هذا الوطن المنكوب أن يخرج علينا رئيس مجلس النواب أو الوزراء ويجيب على تساؤل مهم: لماذا يرفض الذهاب إلى البرلمان؟ وهل من حقنا أن نعرف هل قرر المالكي البقاء في السلطة وأنه يبحث الآن عن الوسائل التي تقوده إلى هدفه؟ هذا السؤال الذي يتردد اليوم بقوة، خصوصا بعد أن خرج علينا أعضاء في دولة القانون ليقولوا بوضوح لا للاستجواب ولا لإقالة رئيس مجلس الوزراء. ويضيف الكاتب بالقول: أتمنى ونحن نتابع معا صولات السيد المالكي ومقربيه مع البرلمان أن نلاحظ ما تكتبه الصحف البريطانية عن خيبة أمل كاميرون وانتصار البرلمان البريطاني، وأن نتمعن جيدا في قوة المجالس النيابية في العالم التي تقف سدا منيعا في وجه القرارات الفردية للحكام. لماذا؟ لأن هذه الشعوب زعيمها الحقيقي ليس الرجل الجالس على الكرسي، وإنما القانون الذي يعلم الجميع ساسة ومسؤولين ومواطنين ما هي واجباتهم وأين تنتهي حقوقهم، بينما العنوان في صحفنا الرسمية وشبه الرسمية هو واحد لا يتغير: نجاح الخطة الأمنية فتحيا الحكومة. وإذا، ويختم الكاتب قائلا:
الآن الناس في بريطانيا صفقت لشجاعة البرلمان، فيما نحن نعيش في ظل ساسة لا يريدون أن يتعلموا من تجارب الشعوب ويصرون على أن نقرأ في الصحف مانشيتا واحدا لا غير، صوتوا للملك لدورة ثالثة فهو وحده القادر على الوقوف في وجه البرلمان. ونبقى في صحيفة المذا ونطالع هذه المرة مقال للكاتب عدنان حسين بعنوان إناء مجلس النواب ينضح بما فيه، حيث يقول الكاتب: سواء كان يعني تماما ما يقول أو أن التعبير قد خانه، فإن تصريح عضو مجلس النواب عن الحزب الإسلامي العراقي مطشر السامرائي، ويواصل الكاتب قائلا: من أسباب عدم الاستفزاز أن وصف النائب الإسلامي الشعب العراقي بالبائس هو تعبير عن حقيقة قائمة الشعب العراقي بأغلبيته الساحقة بائس وهو تحت خط الفقر، ومثلها تقريبا نسبة العاطلين عن العمل وشبابه أميون، مع أن هذا الشعب يعيش في واحدة من أغنى الدول القاتبة. ومن أهم أسباب هذا البؤس أن أغلبية أعضاء مجلس النواب هم من فصيلة السامرائي حسب رأي الكاتب. ويضيف الكاتب بالقول: السبب الآخر لعدم الاستفزاز أن القاعدة الذهبية عندي أن كل إناء بما فيه ينضح، ومن غير المنتظر مثلا من الخبيث كلاما طيبا. وليس بالغريب أن نسمع كلاما من هذا النوع من عضو في مجلس النواب. الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب تحتقر الشعب العراقي، والدليل فشل البرلمان الحالي والسابق في تشريع القوانين التي تمس حاجة الشعب إليها، وفي تنفيذ واجبه في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومسألتها عن أوجه القصور الكثيرة والفشل المتواصل في عملها. ثم يختم الكاتب بالقول: إذا كان سوء الحال المعاشية للشعب العراقي سبب، فإن مجلس النواب مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذا الشعب، رفعهم إلى مواقعهم ومناصبهم الحالية، ووضع في أيديهم أكثر من 100 مليار دولار سنويا، ووكلهم أمر رسم الخطط وتشريع القوانين اللازمة لانتشاره من بؤسه وفقره وتخلفه، وبقي الشعب على الحال نفسها من البؤس والفقر والتخلف وعدم الأمان. ننتقل الآن إلى صحيفة العالم ونقرأ مقالا للكاتب عبد الخالق كيتان بعنوان زوجي وفرد. يقول فيه: أحمد الله لمرتين في هذا الموضوع، المرة الأولى لأنني بلا سيارة، والثاني لأنني لا أقيم في بغداد أصلا. والسبب هذا القرار العجيب الذي اتخذته الجهات المختصة بتطبيق نظام الأرقام الزوجية والفردية لسير السيارات في العاصمة، والتبريرات الموجبة للقرار مواجهة أزمة الزحامات المرورية الخانقة ومواجهة التهديد الإرهابي بالسيارات المفخخة. يستدرك الكاتب بالقول: فأما الزحامات وهي خانقة بالفعل، فإن سببها هو كثرة السيطرات وغلق الشوارع الرئيسة والفرعية والبديلة وأخيرا السيطرات. وأما التهديد الإرهابي فنعتقد أن قرارا مثل هذا المتخذ حديثا لن يسهم أبدا في منع تدفقها على المواطن العراقي، ذلك أنها قادرة بقدرة قادر على اختراق كل وسائل الدفاع العراقية والوصول إلى أهدافها بيسر وسهولة. ثم كيف يطبق مثل هذا القرار الجائر فعلا ونحن لا نمتلك شبكة مواصلات حكومية يعتمد عليها، ولا نملك أي وسائل نقل متقدمة تسهم في حل أزمة السير الخانقة في العاصمة؟ كل ما لدينا أحلام، وغير الأحلام لدينا تصريحات نارية رهيبة من قبل أصحاب القرار على شاكلة سنبني أضخم شبكة مترو، سنبني أكبر مجمع نقل وغير ذلك. تشاهد قيادتنا الحكيمة في غلق الشوارع بالكونكريت ترة وبالسيطرات ترة أخرى، والسبب دائما هو مواجهة الإرهاب. ولكن هذا الاجتهاد لم يصمد كثيرا، كل ما فعله هو تقطيع أواصر بغدادنا. لماذا يصرون على معالجة الخطأ بالخطأ؟ إذن ويقول الكاتب أخيرا: هذا القرار الذي زاد من نقمة الناس على حكومتنا الموقرة ينطبق عليه المثل القائل: إجريك حلها عماها، فهو حل يشبه كثيرا الحل الذي تدمنه قواتنا الباسلة بعد أي انفجار، حيث تقوم بالانتشار في محيط المكان لتعرقل سير الناجين فقط. أما مواجهة خطط الأشرار ومنع الأذى عن الناس فهو غاية لا تدرك بالنسبة لهذه القوات. ونقرأ من صحيفة العالم أيضا مقال للكاتب ميثم العيني بعنوان العملة لن تفك حزنها. يقول فيه: مرة أخرى تصدر تصريحات من اللجنة المالية النيابية بشأن التأكيد على عملية رفع الأصفار مطلع العام 2014. هذه المرة ويبدو أن هناك نواب متحمسون لهذه الفكرة ولم تنطفئ جدوى حماسهم اليوم، يمكن أن نضع الأحداث في نصاب. هو نقول أن هذه العملية تمثل خاتمة أعمال إصلاحية، وبمعنى
أن رفع الأسفار هو عمل يأتي كتتويج لسلسلة إصلاحات يقوم بها النظام النقدي تنتهي بعملية تصفيل. يبدأ النظام من نقطة انطلاق جديدة. العملية أشبه بارتداء ملابس عيد، أو أنها أكثر قربا من امرأة تفك حزمها وترتدي ملابس ملونة بعد أن كانت تلبس السواد لفقد عتيد. فالنظام النقدي حقق سلسلة إصلاحات نقدية بدأت بتبديل العملة العراقية الطبع إلى أخرى جديدة بمواصفات جيدة أعادت لها تماسكها، مرورا بسلسلة إجراءات إصلاحية بإشراف من صندوق النقد الدولي. ركزت على أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتحت خيمة تجميع احتياطيات أجنبية تمكنت العملة من أن المحافظة على استقراريتها. كل هذا جرى في ظل إدارة كفوءة سابقة للبنك كانت تنوي أن تتوج هذه الإصلاحات بإجراء أخير هو حذف الأصفار، وهي عملية جرى حولها جدل كبير في الأوساط الاقتصادية بين رافض ومؤيد. والأخير أمر لم يكن مستغربا لأنه يحدث في كل دول العالم التي تشرع في مسار حذف الأصفار، أمر جرى في أكثر من 127 دولة انتهت فيها بعض التجارب بالفشل فيما نجحت الكثير منها. اليوم أظن أن البنك المركزي ليس متحمسا لمثل هذا الإجراء، اللهم إلا أن تمت ممارسة ضغوط كبيرة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة التي نظن أنها صاحبة الوصاية، لكن هذا أمر مستبعد وذلك في ظل الضعف الشديد والانقسام الذي يمر به المجلس. أيضا لا نتوقع أن يمارس مجلس الوزراء مثل هذا الضغط على البنك المركزي من أجل الشروع في المشروع، فهو غير متحمس لها منذ البداية. ويقول الكاتب: شخصيا بدت غير متحمس لأني أشعر بلا جدوى كبيرة من هذه العملية، لأننا كنا نطمح لعملة قوية من أجل اقتصاد قوي، لكن ما فائدة هذه العملة والاقتصاد يتراجع؟ إذا نتوقف الآن مشاهدينا مع هذا الفاصل القصير لنعود ونستكمل جولتنا الصحفية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحافة الإلكترونية ونقرأ من موقع كتابات هذا المقال للكاتب عبد الجبار جبوري بعنوان انعكاسات الأزمة السورية على العراق وإيران. يقول فيه: أفصحت قمة دول مجموعة العشرين عن إصرارها لتوجيه ضربة عسكرية قوية للنظام السوري بين هذه الدول على إعلان الحرب على دولة بعينها في العالم دون أن نرى اختلافات في وجهات النظر أو رفضا للحرب، الكل متفق على الحرب. يستدرك الكاتب قائلا: إذن نحن ذاهبون إلى حرب لا تبقي ولا تذر في منطقة الشرق الأوسط التي هي الآن مثل برميل بارود نووي قابل للانفجار في أي لحظة، ولهذا لابد من قراءة المشهد الانفجاري كما هو لا كما نتمنى. هذا الإصرار الأمريكي والأوروبي والمتطابق مع موقف دول مجلس التعاون العربي المؤيد بقوة متناهية للضربة، وفي حقيقة الأمر ما يفصح عن حجم واتساع الحرب لأنها حربا ليست محدودة وقصيرة، وإنها لن تشمل إسقاط النظام السوري فقط وإنما تتعداه إلى دول بجواره. ويضيف الكاتب بالقول: ونرى أن حكام طهران أصبحوا في وضع لا يحسد عليه من الحرج بعد التهديدات الكاذبة والوعيد الزائف وتنفيذ هجوم إجرامي على ناس عزل في معسكر أشرف وقتل العشرات من أبناء المعسكر لإرسال رسالة إلى أن إيران لها يدها الطولة في العراق وسوريا والخليج، وأن مصالح أمريكا بما فيها السفارات ومن ضمنها سفارة أمريكا في بغداد ليست بمأمن عن قوات الحرس الثوري والميليشيات العراقية الموالية لإيران. ما نراه من انهيار الوضع الأمني ما هو إلا انعكاس للسياسة ونفوذ إيران في العراق لإشعال وإشغال الآخرين عن ما سوف يحدث في سوريا وتخوفهم من انعكاساتها على العراق. لذلك نؤكد وحسب المعطيات السياسية على الأرض إلا ما يحدث، يقول الكاتب في سوريا، وما سوف يحدث سينعكس وبالا على العملية السياسية في العراق وإيران حتما. ويختم الكاتب قائلا: بكل تأكيد إن الحرب على سوريا سيجر المنطقة إلى إعادة توازن دولي، حتى إذا كان هدفه تقسيم إيران وتفتيتها على أسس طائفية وعرقية وتقليم أظافرها النووية التي تهدد العالم والمنطقة. هذه هي انعكاسات الأزمة السورية على العراق والمنطقة. نبقى مشاهدينا في موقع كتابات لنقرأ أيضا مقال الكاتب علي الكتاب بعنوان لماذا مرسي عام والملكي أعوام. يقول فيه:
الكلام في إزاحة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن عرين الكرسي بات كفر سياسي أو أحجية لا تخضع إلى تسلسل منطقي في استدراك التفسير. فحصاد المنجزات الحكومية وعلى مدار ولايتين السلطوية بعمر 8 سنوات قد تجاوزت مدايات الرشد السياسي بعد أن بات اللوح والسجل ممتلئ الأشلاء مكتظة بصور الدماء المتزاحمة الإخفاق وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية. يردف الكاتب بالقول: على ما يبدو إن تلك الاهتزازات في الأرض السياسية العراقية لم تكن كافية في دفع المتغيرات إلى ساحات التغير لغرض شطبها أو تعديلها، بعدما أدركنا تمام الإدراك أن الاعتراف بالفشل والتسليم إلى منطق الاستقالة أمر لم يكتب في دستور العقل الحكومي، وهو ما يؤشر إلى وأد مولود الديمقراطي العراقي في فضاء المؤسسة العراقية. وهنا لابد من الالتفات أننا لا نتكلم عن الاستقالة كورقة إسقاط وتسقيط للآخر، بل نحن أمام 10 سنوات عجاف في التأسيس لأرضية صلبة قادرة على تحمل نظام سياسي متزن. ويضيف الكاتب قائلا: عقد من الزمن مر عبر أعناق الزجاجة والعراق فوق فوهة بركان مع فقر في الإنجاز وتخمة في الأزمات ومسجلات في التبرير، وربما أن السبب الرئيسي الذي كان وما يزال يمد خيوط البقاء للكثير من هواة السلطة هو أن العراق كثير الخيرات متناثر الموارد، مما أسهم في إعطاء أشواط إضافية للكثير منهم. وهو باعتقادي أنه الفرق الجوهري بين إزاحة الرئيس المخلوع محمد مرسي وبقاء الملك في السلطة. فمصر تبحث عن حلول ومخارج لأزمة اقتصادية خانقة، فيما أن البيت العراقي ما زال المورد العراقي فيه جزء كبير ومهم في التخفيف من وطأة الانهيار المتعاقبة في الحاضر العراقي، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الجوانب الأخرى. ويختم الكاتب بالقول: هذا ما نراه واضحا وجليا في الأساليب الحكومية التي تعتمدها السلطة في فك الاختناقات الجماهيرية، فترى تظهر بزيادة راتب الموظفين وترى بمعالجات اقتصادية، وهو في حقيقة الأمر لم يأتي من خطط استراتيجية أو تدمير مهنية، وإنما استطاعت أن تؤمن الظل في أفياء الشمس لأنها منحة بسيطة هي أقل بكثير مما تملكه الخزينة العراقية. ننتقل الآن إلى صحيفة الصباح ومع زاوية القضايا والتحقيقات، ونقرأ هذا التحقيق بعنوان: موقع التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعية لا تخلو من تهديد لأمن البلد. فبعد أن غلت ظاهرة تقنية وحضارية، فنظرا لأهمية قانون الاتصالات والمعلوماتية عن الحياة الاجتماعية والحفاظ على الأمن وللحد من العمليات الإرهابية والجنائية التي يتعرض لها المواطنون، سعت بعض الكتل النيابية إلى الإسراع في إقرار هذا القانون. وبحسب عضو لجنة الخدمات والأعمال البرلمانية كميلة الموسوي التي أشارت إلى أهميته، لأن هذا القانون في حال إقراره سيعمل على تنظيم عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ورسم سياسة الدولة لهذا القطاع المهم وحماية المواطن من الكشف عن المعلومات الخاصة به ومنعه من الدخول على المعلومات الخطرة الموجودة على شبكة الإنترنت وحماية الأطفال من الوصول إلى المعلومات التي تشوه أفكارهم التي أحيانا قد تكون خطأ. منوها إلى أن هذا القانون على الرغم من المزايا والإيجابيات التي يحملها لم يقرر إلى الآن نظرا لاعتراض عدد من الكتل البرلمانية عليه كونه أصبح قرارا سياسيا أكثر مما هو معلوماتيا. وفيما يتعلق بموضوع قراصنة الحاسوب فهي مشكلة عالمية ولا يعاني منها العراق فقط، وعليه أرسلت الأمانة وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكثير من الكتب إلى الوزارات وإجبار العديد منهم على أن تكون السيرفرات أو الخوادم التي تحمل الويب سايت للمواقع الحكومية داخل العراق. وإن وزارة الاتصالات ممثلة بالشركة العامة للبريد والاتصالات وشركة الإنترنت فعلت هذه الخدمة، وبإمكان جميع الوزارات العراقية أن تستخدم الخادم الذي يحمل هذا الموقع الإلكتروني عن طريق وزارة الاتصالات، داعيا الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات استخدام بعض البرامج المهمة لحماية هذا الموقع. ولا بد من إقرار القانون الذي يعني الأمانة والضبط الاجتماعي ويعد بمثابة الخط الذي يسير عليه المواطنون بعد أن أصبحت وسائل الاتصال مواقع التواصل الاجتماعي جماهيرية وعبرت الحدود بعد أن اعتمد عليها المواطنون بشكل كبير.
هذه عبد الآن إلى صحيفة المدى، وهذا التحقيق بعنوان التمر الصحي يجتاح البيوت ويطلق الأمراض لتفتك بالعوائل، حيث يقول التحقيق بأنه تتعدد حالات تلوث البيئة وتتنوع لتشكل خطرا جسيما على العناصر الثلاثة للطبيعة: الهواء والماء والتراب. ومن البديهة أن التلوث وإدخال ملوثات في البيئة مما يؤدي إلى عدم الاستقرار البيئي وبروز حالات الاضطرابات البيئية الضارة أو حدوث الضرر للنظام البيئي. ويشير التحقيق أيضا كثيرة جدا هي حالات التلوث في محافظة ذي قار ومتنوعة مع تدني مستوى المعالجة، حيث لا يرقى إلى مستوى الطموح وسط شكاوى المواطنين ومناشداتهم بإيجاد الحلول المناسبة، حيث تنتشر وبشكل واسع ظاهرة بيع المواد الإنشائية بالقرب من المناطق السكنية، بل إن بعضها مجاور لها. ويبدو أن هذه الظاهرة يتسع نطاقها ليشمل ليس فقط مدينة الناصرية بل كافة أقضية ونواحي محافظة ذي قار. والغريب أن بعض المحال هي عقارات تعود ملكيتها للدوائر البلدية في عموم محافظة ذي قار، فكيف يمكن تحميل البلدية المسؤولية إذا كانت نفس دوائرها البلدية هي التي تخرق ضوابط الحفاظ على البيئة وهي التي تستأجر عقاراتها لأصحاب بيع المواد الإنشائية؟ ويضيف التحقيق وفقا للضوابط البيئية فإن مواقع تمر النفايات يجب أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية مسافة محددة لوقاية السكان من خطر التلوث، لكن في ذي قار حذرت دائرة صحة ذي قار من قرب مواقع التمر الصحي من الأحياء السكنية والحرق العشوائي للنفايات وافتقاد المحافظات لمناطق تمر صحية نظامية، وأن مواقع التمر الصحي في محافظة ذي قار جميعها غير نظامية وغير مطابقة لأبسط الشروط الصحية والبيئية، إضافة إلى أن عدم إحاطتها بالسياج وانعدام الحراسة على الموقع يجعل المواد الموجودة فيها عرضة لعبث المواطنين المعتشين على جمع النفايات واستخدامها بديلا للعلف من قبل أصحاب المواشي، مما يشكل أخيرا خطرا على الصحة العامة للمجتمع. نطوي الآن مشاهدينا آخر صفحات ملف العراق مع صحيفة المستقبل العراقي، ونقرأ هذا التحقيق بعنوان الأمية تتضاعف في العراق والحلول محدودة. فقد كشف تقرير أعده كل من مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية عن وجود أكثر من 6 ملايين عراقي أمي في الوقت الذي لا توجد حلول فاعلة لهذه المشكلة. وجاء في التقرير كما يشير التحقيق الذي تلقت صحيفة المستقبل العراقي نسخة منه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل توضح أن لكل شخص حقا في التعليم غير قابل للتصرف. وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمحو الأمية في 8 أيلول من كل عام: يتميز المجتمع العراقي بشعبه الفتي، حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل أكثر من 42% من نسبة السكان، وأن نسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل إلى 62%، وإن معظم الإحصاءات المتوفرة حول نسبة محو الأمية مبنية على بيانات عمرها يزيد على 15 سنة. وقدم التقرير مجموعة من الحلول للتخفيف من تصاعد مستويات الأمية في البلاد، منها ضمان مجانية التعليم وإلزاميته ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الأمية، اعتبار منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، وتخصيص برامج إعلامية وتوفير موارد مالية وكوادر تدريسية كافة، إضافة إلى توفير مواد دراسية تتناسب مع التطور العلمي والاهتمام برياض الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الأمية، والإشراف على قطاع التعليم في أطراف المدن والمناطق الريفية، بل وتفعيل القوانين الداعمة لجهود القضاء على الأمية. ومن هنا مشاهدينا ننتقل إلى الملف العربي والدولي، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. صحيفة إسرائيل اليوم بداية ترى أن أوباما أمامها خيارين، فإما المواجهة العسكرية وإما غض الطرف. وفي مقال لها تحت عنوان عالم جديد ونظام قديم، قالت الصحيفة: جاء أوباما ليصبح رئيسا بسبب تغير طرأ على العالم القديم، لكن تبين لها بعد ذلك أن العالم القديم ما زال موجودا وما زال فيه أخيار وأشرار. ويعلم باراك أوباما ربما أكثر من كل زعيم آخر كم يتغير العالم وبأي إيقاع سريع. وتابعت الصحيفة: لم يعد أوباما هاويا سياسيا، وهو بعيد عن أن يكون ساذجا، وهو يفهم جيدا أن العالم الجديد قد دفع به قدما إلى البيت الأبيض، بل قصر وقت الانتظار.
وكان أوباما يتمنى أن ينشئ العالم الجديد نظاما جديدا يكون مناسبا لنظريته، وكان مستعدا لأن يضحي بشيء من قوة الولايات المتحدة كي يوجد عالم أفضل. وأضافت الصحيفة: الواقع مختلف بل هو قاتل، فالرئيس الأمريكي الذي حاول أن يتهرب من المسؤولية في أثناء الربيع العربي وخسر مصر يضطر اليوم إلى أن يواجه في سوريا خلافا أيديولوجيا داخليا، وعلى أوباما أن يفهم أيهما أهم له، الامتناع عن مواجهة عسكرية مع سوريا أو إغماض العينين والأسد يستعمل السلاح الكيميائي. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: استيقظ أوباما من الحلم الذي كان غارقا فيه، وتبين له أن النظام في عالمنا الجديد هو نفس النظام القديم، وأنه يوجد أخيار وأشرار. وتبين لأوباما أيضا أن روسيا هي الاتحاد السوفيتي نفسه، وأن العالم العربي أيضا منقسم كما كان دائما، وسيوجد في العالم دائما زعيم لا يحجم عن فعل أي شيء كي يبقى. أما صحيفة معرف العبرية فقد رأت أن أوباما ينتظر الشرعية ليوجه الضربة إلى سوريا، وفي مقال لها تحت عنوان العجلة من الشيطان قالت الصحيفة: رغم كل الانتقاد لأوباما ورغم كل التعقيدات النابعة من الحرب الباردة التي عادت مرة أخرى، فإن أوباما سيصدر بالفعل الأمر بالهجوم على سوريا، غير أنه ينتظر الشرعية سواء من الداخل أم من الخارج. لكن الجمهور الأمريكي يخشى مزيدا من التورط في حرب استنزاف مدرجة بالدماء. وأضافت الصحيفة: نظرة واعية إلى موازين القوى في العالم تثبت أن الولايات المتحدة هي بالفعل قوة عظمى في كل مفهوم ممكن، والولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن تخرج في مغامرة أخرى على نمط مغامرات الرئيسين بوش الأب والأبن. وأضافت الصحيفة: الوضع في المنطقة معقد لدرجة أنه يجب الفحص المرة والأخرى للخيارات الأفضل دون المخاطرة بالإنجازات الضرورية من ناحية استراتيجية. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: وخلافا للآخرين الذين يعتقدون بأن أوباما سيختار بالذات الخيار الأثم للعملية في سوريا من بين السيناريوهات الموضوعة على الطاولة، فإن الاعتقاد السائد هو أن التأخير للعملية بالذات قد يشير إلى أن وجهة الولايات المتحدة هي تبني إمكانية الضربة العسكرية التي تؤدي إلى إسقاط حكم الأسد. صحيفة أرس العبرية من جهتها ترى أن توجيه ضربة أمريكية إلى سوريا هي تحضير للرد على إيران، وتحت عنوان نحن لا أوباما قالت الصحيفة: يقود الرئيس باراك أوباما الإدارة الأمريكية في ظروف سياسية سيئة، فالكثرة الديمقراطية الضيقة في مجلس الشيوخ والكثرة الجمهورية الصلبة في مجلس النواب تجعلان من الصعب علي أن يجيز قرارات وينفذ ما يريد. وتابعت الصحيفة: ليس أوباما أول رئيس يضطر إلى أن يتقاسم الحكم مع مجلس النواب المعاد، فقد سبقه بيل كلينتون وكثيرين آخرين. لكن لو تم الفحص عن مستوى العداوة للرئيس المكلف بوسائل علمية لوجدنا في شبه يقين أن العداوة لأوباما مميزة في تطرفها. وأضافت الصحيفة: كثر الآن الجدل في الرد الأمريكي على استعمال السلاح الكيميائي في سوريا، ومعضلة المجتمع الإسرائيلي هي بين التقدير والتفكير والحذر وتجنيد الدعم، وبين استعمال القوة والعمل فورا. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: إن الجدل حول سوريا ليس سوى معركة تمهيدية للجدل القاسي المتوقع في الرد على سعي إيران إلى القدرة الذرية. ويسألون في اليمين بعد كل شيء عما إذا كان الرئيس أوباما سيقف مع إسرائيل في لحظة الحسم، علما بأن إن لحظة الحسم عند اليمين ليست لحظة الحسم لدى بنيامين نتنياهو، وليس من المؤكد أنها لحظة الحسم أيضا عند أوباما. صحيفة إذاعات أحلانوت العبرية تحدثت عن ضغوطات يواجهها الرئيس الأمريكي لتأجيل العملية العسكرية ضد سوريا، وفي مقال لها تحت عنوان الاحتمال والمخاطرة قالت الصحيفة: يصل احتمال أن تهاجم الولايات المتحدة سوريا اليوم إلى أقل من 50%، وقد كانت الصورة قبل أسبوع فقط على العكس تماما، واليوم بعد الهجوم الكيميائي على ريف دمشق بعشرين يوما أخذت الجهود والضغوط لتأجيل العملية الأمريكية أو لإلغائها تماما تزداد القوة. وتابعت الصحيفة: فقدت الإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي احتمال أن تحظى بإجماع دولي، وهناك احتمال أن تفقد في هذا الأسبوع أيضا لإجماع في الداخل أيضا، وفي هذه الحال سيواجه العالم رئيسا أمريكيا بلا ريش لا يملك أوراق عمل سياسي وليست له موافقة على أي إجراء عسكري. وقالت الصحيفة: مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجلا ميركل تقود مسارا دبلوماسيا في محاولة لإنهاء الأزمة دون الحاجة إلى عمل عسكري،
وتقيم منذ فترة اتصالات برئيس روسيا بوتين بغرض إنهاء مدة ولاية الأسد ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية متفق عليها. وقالت الصحيفة في ختام مقالها إن الخطة الألمانية تتحدث عن إنهاء الأسد مهامة في الانتخابات المخطط لها في تشرين الثاني نوفمبر العام المقبل، وعن تسوية أيضا على خطة لإخراج المواد القتالية الكيميائية من سوريا ونقلها إلى روسيا برعاية الأمم المتحدة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصفحة الأخيرة، لكن بعد ثوان فكونوا معنا. والآن مشاهدينا إلى آخر مواضيع والأخبار التي تناولتها الصحف في صفحاتها الأخيرة، والبداية اليوم من صحيفة الخليج وخبر بعنوان جين يعالج فشل نخاع العظم، حيث أنه من المتوقع أن يجد الباحثون حلولا علاجية وعقاقير جديدة لثلاثة أمراض مشتركة بعد اكتشافه من جين المسبب لحدوثها. وأخطر تلك الأمراض يدعى أنيميا فانكوني، ويؤدي إلى فشل نخاع العظم تدريجيا بسبب عدم وصول الدم إليه، إضافة إلى أمراض أخرى كالشيب المبكر والبقع الداكنة في البشرة وفق صحيفة الخليج. وعكف باحثون على دراسة شرائح مختلفة الأعمار ممن يعانون نوعا من فقر الدم يدعى أنيميا فانكوني وشيبا مبكرا وكثرة في التصبغات الجلدية في مناطق متفرقة من الجلد. فوجدوا أن جين ARCC4 هو الذي يجمع بين هذه الأمراض، فهو مسؤول عن إفراز بروتينات معينة تؤدي للإصابة بأحد هذه الأمراض. وتضيف صحيفة الخليج أنه حسب الباحثين فإن علاقة هذه الأمراض ببعضها علاقة وراثية، أي أن الجين المسبب لها ينتقل من جيل إلى آخر حسب مدى نشاطه وقوته في الجسم. ننتقل الآن إلى صحيفة المستقبل، ومنها نقرأ موضوعا صحيا بعنوان تمارين مد العضلات تساعد في الوقاية من آلام أسفل الظهر، حيث تعتبر ممارسة تمارين مد العضلات وتقويتها يوميا أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتأخير النوبة التالية من آلام أسفل الظهر. عند احتدام حالة ألم أسفل الظهر لا يكون بوسع معظم الرجال فعل أي شيء خلاف الصكع على أسنانهم أو البحث عن علاج بالكمادات الباردة لتسكين الألم وانتظار تحسن الحالة حسب صحيفة المستقبل. ويعاني 4 من بين كل 5 منا من ألم أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم، ولكن هذا المصدر الشائع للمعاناة يعد بمثابة فرصة للعلاج أيضا. ومن المهم حسب صحيفة المستقبل فهم أنه ليس من المضمون أن تخفف التمارين الرياضية آلام أسفل الظهر التي تعاني منها، ولكن ورغم ذلك فإن ممارستها ربما تقلل من مرات حدوثها حسب ما يقول أحد الأطباء. والآن ننتقل إلى صحيفة الاتحاد وخبر بعنوان ينتقم من محكمة بأكوان من العملة المعدنية. فقد انتقم الصيني بطريقته الخاصة من الضريبة التي أقرتها عليه محكمة محلية بحسب موقع العربية نت. فقد قرر الرجل أن يدفع الضريبة بالعملة النقدية المعدنية، الأمر الذي استنزف دوامه يوم كامل من موظفي البنك لينجز المهمة. ويعود سبب هذه الغرامة إلى مشادة كلامية حدثت بين مالك مطعم مع امرأة وزوجها وفق صحيفة الاتحاد. سرعان ما ارتفعت حدة المشادة إلى أن بلغت الاشتباك بالأيدي، انتهى الأمر بإصابة الزوجة وكدمات وأضرار في الدماغ وثلاثة كسور في أضلاع زوجها. وحسب صحيفة الاتحاد فقد فرضت المحكمة إلى صاحب المطعم غرامة 11,000 دولار يدفعها مالك المطعم. ننتقل الآن إلى صحيفة البيان، ومنها خبر بعنوان أسد يتجول في شوارع الكويت، حيث في منطقة كما يشير البيان في منطقة بيان السكنية بجنوب العاصمة الكويتية عثر مواطن على أسد يتجول في الشوارع بعد أن هرب من بيت صاحبه الأصلي فيما كان منه إلا أن أمسك به واتصل بالسلطات لتسلمه. وقال مصدر أمني لرويترز أن مواطنا عثر على أسد متوسط العمر وهادئ الطبع يتجول في الشوارع كما ذكرت صحيفة البيان، فاستدرجه وأدخله إلى سيارته وحاول أن يقود السيارة وبداخلها الأسد، لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة، ثم استدعى طبيبا بيطريا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتعامل معه. آخر أخبارنا اليوم نطالعها من صحيفة النهار اللبنانية وبعنوان امرأة في 64 من عمرها سبحت من كوبا إلى فلوريدا،
فقد استطاعت الأمريكية ديانا نياد البالغة من العمر 64 سنة تحقيق حلمها في عبور مضيق فلوريدا لتصبح بذلك أول شخص يتمكن من السباحة من كوبا إلى فلوريدا دون أن يدخل القفص المخصص للحماية من أسماك القرش. وفق موقع CBC نيوز الأمريكي، قطعت ديانا المسافة من هافانا إلى شاطئ كي ويست في ولاية فلوريدا بحوالي 53 ساعة، اجتازت خلالها نحو 166 كيلومترا. وفي الختام مشاهدينا، لنا وقفة مع واقع الحال ورسوم الكاريكاتير. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم، فأشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.